بنصبحكم بالخير. حسام حتك معنا اليوم ومحضرين مجموعة من الإجابات على أسئلتكم، يعني بدكم تبعتوا لنا على الفيسبوك صفحة دنيا يا دنيا، بدي أذكر فيها facebook.com/دنيا يا دنيا، أو بتحكوا معنا مباشرة على الهواء بالأرقام اللي هلأ رح نستعرضها بأسفل الشاشة. حسام اليوم خصص فقرة لاستفساراتكم لأنه ما عم نلحق خلال الفقرة. صباح الخير حسام. صباح الورد يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك. حكينا أنه رح يكون في أسئلة، لكننا نحكي عن الجائزة اليوم كمان. تمام، الجائزة اليوم إلنا أكثر من فترة عم نحكي عن الأرغان أويل، وهو اللي وصفناه أكثر من مرة أثمن زيت طبيعي حاليا موجود للعناية بالشعر والعناية بالجفاف وإلى آخره دانا. فحبينا اليوم كالعادة يعني مشاهدين رؤية من حب نعطيهم جوائز محرزة، فاليوم راح نعطي جائزة هي عبارة عن أرغان أويل 10 ml 5 ampoules. هلا احنا سبق احنا سبق وحكينا انه هاي الامبول الوحده سعرها بحدود ال 15 دينار، فاحنا راح نحط 5 منها لعلاج جفاف الشعر. أوكي. زي ما حكينا هلا هاي ال 10 ml تخيلي اذا بتحطيها على الشعر وبتنام فيها الست لتاني يوم الصبح خلال 8 ساعات بتكون عالجت على الاقل 50% من موضوع جفاف شعرها. الجفاف على الاقل. أوكي. يعني هو احنا بنشتغل على الجفاف بالارغان اويل. معه طبعا ارغان ديب ماسك اللي هو حمام زيت. وهذا بنقول لنا للسؤال اللي هلا دائما بنساله، انه هل حمام الزيت او البلسم هل يوضع على فروه الراس ام لا يوضع؟ وبندخل بالسؤال كمان شويه. ممتاز. يعني اذا يعني كم ساعه تقريبا بنحط العلبه الواحده؟ انت بتحكي بنقدر ننام ف هلا يعني كل مكان ساعات اكثر. الزيت زيت الارغان تحديدا لانه بدنا نحكي انه هو نفس زيت الارغان جزيئاته مثاليه للشعر عشان يمتصها، فاذا الشعر كان جاف واحنا حطينا عليه الارغان وقبل ما ننام ساعه ساعه ونص زمان ورحنا نمنا ثاني يوم الصبح بتصحي انه كل الزيت انشرب من طريق من الشعر. تم امتصاصه يعني من داخل الشعر. انا ايش مشكلتي مع الزيت لما احط وبطلت احط ما بيروح بسهوله، بيروح بسهوله الارغان؟ ما هاي هي هلا اذا كان الزيت نفسه زيت ثقيل يعني نفس جزيئات الزيت كانت كبيره بصفي انه بعد فتره معينه انت لازم ترجع تشطفه لانه ما بيتم امتصاصه. هو طول ما هو محطوط بصير زي العلاج الموضعي، يعني طول ما هو على الشعر الشعر ناعم. لما تيجي تغسله بروح. بالزبط. هلا اذا ما غسلته بزيت وبصير يشبك وبصير منظره مش لطيف. الارغان او مثلا حكينا من قبل على زيت اللوز الحلو اللي هو سويت الموند اويل، هدول التنين بيتم امتصاصهم لداخل الشعر. أوكي. فيعني اذا حطيتيهم هلا بعد 6 7 8 ساعات ما راح يكون الشعر مزيت، راح يكون الزيت تم امتصاصه لداخل الشعر ويكون علاجي مش تجميلي. حلو. يعني كانه يعني بنشطف شعرنا طبيعي بيروح، بترجع بتشطفيه بس بمي او على الاغلب راح يكون فيش حاجه لشطفه بالمي. اوكي. يلا معنا اول متصل. لكن بدي اذكر تبعتوا لنا اس ام اس، السؤال هو انه بنحط البلسم او زيت الشعر على فروه الراس. طبعا حسام دائما بيحكي لنا اذا بنحطها او لا وهيو او ما قلنا، فابعثوا لنا نعم او لا. نعم او لا. ومعنا اتصال. كيفك يا ام حسين؟ بخير. اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ الله يسلمك. الله يسعدك حبيبتي. معلش بدي اسال الاخ حسام. أكيد. على شعري. حسام معك، تفضلي. شكرا لك. بدي احكي لك، قبل اسبوعين صبغت شعري. صبغتي؟ فلما صبغته طلع على راسي حب. وبعدين صارت الشعره رقيقه وتقطعت بسرعه. وغير هيك دائما بحكه يعني بشكل فظيع، فبدي اعرف شو رايك في الموضوع. هلا صبغه بس بدون ما تحطي هايلايت، بدون ما تفتحي تفتيح عالي جدا؟ والله انا اللي حطيته حطيته تبعت الصالون، فما شفت شو حطت. يعني هي عامله غرفه جوا بتركب فيها الصبغه وبتيجي بتصبغ على الكرسي. طيب فما عرفت شو اللي حطته. طيب السؤالي يعني انه لوين وصل درجه التفتيح؟ يعني ايش هلا لون الشعر اللي عملتوه؟ اشقر غامق. اشقر غامق. لا معناته ما في هايلايت وهي الاشياء بالموضوع. طيب هلا بسيطه يعني مش كثير شيء مرعب. والله مرعب اقول لك ليش، لانه صارت يعني درجه الحكه كثيره وبعدين بينغز زي الاوبر تحت الجلد صار. انا عارف هلا اللي بيصير. أيوه. على الاغلب بهاي الحاله بنكون يعني احنا اللي سويناه انه انت صار في عندك نوع من التحسس
لنوع الصبغة المستخدم. على الأغلب بتكون مثلا نوع صبغة جديد عليك وأحد المكونات الموجودة داخله بتحسس فروة الرأس عليك. أحكي اسمها على التلفزيون بحكيها؟ لا يعني لا يا ريت لا لا أسماء تجارية رجاء بلاش، بس أنا النقطة اللي عم بحكيها أول إشي أنا بدي أحكي لك، أنا نصيحتي دائما اللي عم بحكيه روحوا على الصالونات يا جماعة اللي بخلطوا قدامكم، عرفت كيف؟ يعني دائما روحوا على صالون خليهم يخلطوا المواد، انت دافعه حق مواد وحق صبغه، انت بتستاهل تعرفي شو اللي بنخلط لك بغض النظر عن الاسم التجاري. هلا الصالون اللي هو واثق من حاله والمواد اللي هو بيستخدمها بخلط قدامك، ما بدخل ورا وبخلط اوكي، او على الاقل مثلا لو ما خلط قدامك بيكون عنده منطقه واضحه بتم عليها عمليه الخلط، وانا هذا اللي دائما مطلوبه من الناس انكم تروحوا تشوفوه. ولكن هلا فروه راسك تحسست، هلا مش بالضروره انه الصبغه اللي استخدموا لك اياها سيئه، قد يكون وقد لا، بس مش بالضروره يعني، وعلى الاغلب لا، لانه اليوم صار في دانا عدد كبير من الصبغات اللي هو خلينا نحكي جيد وما بيعمل مشاكل كبيره بالشعر. ولكن بما انه صار في عندك تحسس، اذا التحسس بصير على طول يعني الست اللي كل ما تصبغ بصير في عندها تحسس، بدها تعرف انه بدها تستخدم زيت قبل الصبغه على اساس انه يحميها من 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 عمليه تحسس خلال الصبغه. اذا بس هاي المره صار، بدك تستخدمي جل يحتوي على مادة الصبار اللي هي ألوفيرا، بيحتوي على الكافيين، بيحتوي على الزنك، بنحط على فروة الرأس وبنترك كليف إن أوكي. وهذا نفسه بيهدي فروة الرأس وما رح ترجع يتعاني إن شاء الله من الموضوع، أو بتستني ليروح تلقائيا يعني إن شاء الله، طالما ما في دم ما في إشي متسطح يعني إن شاء الله ما بيصير في مشكلة أوكي. بس إذا بتحبي برضو تتواصلي معنا يعني ممكن ننصحك بأكم من شغلة بدون ما نذكر برضو أجين أسماء تجارية، ممكن نحكي لك عن أكثر من شغلة ممكن يفيدوك إن شاء الله. شكرا يا أم حسين، أكيد تقدروا تحكوا معنا خلال هالفقرة. لكن بدي أذكر عم بعتولنا على الفيسبوك، اللي بده يربح المجموعة القيمة من حسام حك ميلك شيك بده يبعتلنا SMS، بعتولنا SMS نعم أو لا، بنحط البلسم أو زيت الشعر على فروة الرأس، وكلهم عم بعثوا لنا لا، وانت شو رايك؟ لا يعني انا دائما يعني هاي حكينا جواب بس ابعثوا لنا اس ام اس. احنا دائما عم نحكي انه البلسم او حمام الزيت يعني اذا نحط على فروه الراس بزيد من دهنيه فروه الراس، وبجوز يعني احنا عملنا بجوز 7 أو 8 حلقات عن التساقط، وكنا نحكي دانا انه احد اهم اسباب التساقط اللي هو استخدام الفروه الدهنيه يعني. فبالتالي بما انه البلسم او بما انه حمام الزيت بزيد من دهنيه الشعر، فبالتالي ممكن يزيد من التساقط. سحب بفقره المطبخ رح تكون لانه ما عم بيسالوني اوكي ان شاء الله هيك اظن هيك الاجراء المتبع. طيب معناته تبعتوا لنا من هلا لفقره المطبخ لا تربحوا هالمجموعه القيمه نعم او لا. وفي سؤال من الاس ام اس، هل الخس بيعمل على معالجه جفاف الشعر من سونيا؟ والله ما عندي ادنى فكره، ما عمري سمعت. اوكي المنتجات موجوده بالامارات، موجودة بالإمارات والله، هلأ جديد صار في موزع موجود في الإمارات. إذا بحبوا الأخوان يتواصلوا معنا على الويب سايت تبعنا اللي هو www.sadeen.co مش كوم .co إن شاء الله ممكن إحنا نحولهم للموزع الموجود في الإمارات، ومن هناك ممكن يتفاهموا إن شاء الله. أوكي في سؤال من عمور، أنا شعري طويل ومقصف ما بعرف شو أعمل، أماني من الأردن. شعري طويل ومقصف، ما هو السؤال بيكون ليش الشعر مقصف؟ هلا معظم الحالات علاج التقصيف بيكون تجميلي، يعني معظم الحالات انه احنا بنضطر نستخدم شيء نحطه على فروه على طرف الشعر بحيث انه يسكر حراشف الشعره ويسكر التقصيف اللي موجود. أوكي. ولكن في بعض الحالات اذا كان التقصيف شديد جدا بكون الحل انه ممكن خلينا نقص هذا الجزء اللي مقصف ونرجع نبلش من اول. خفف السشوار طبعا، خفف العمليات الكيميكال اللي هم الهايلايت والصبغه والى اخره. اوكي في مجموعه من الاسئله هلا راح اقراهم، لكن العلاج اللي بناخذه يعني سواء اللي بتحكي لنا عنه او اللي احنا بنشوفه مناسب قد ايه نضل عليه يعني لمختلف المشاكل؟ السؤال مهم جدا، واحد الاشياء اللي احنا دائما بنسالهم خصوصا بتعرفي امتى اكثر من مره بنطرح هذا السؤال اللي هو في حاله التساقط او في حاله القشره. اللي هو انا امتى بوقف استخدام العلاج وامتى بشوف انه هلا خلص صار وقته انه اوقف وهل ساستمر عليه للابد ولا لا؟ الجواب مو ثابت يعني مش دائما بيكون نفس الشيء. هلا في حاله التساقط في ناس بيحتاجوا انهم ياخذوا كورس مره كل سنه، في ناس بيحتاجوا ياخذوا كورس مرتين كل سنه، في ناس زي حالاتي معرضين بشكل هائل للتساقط بصير خلص جزء من روتينه الحياتي. يعني امبارح كنت باتصال مع سيده استخدمت علاج للتساقط والحمد لله رب العالمين اعطاها نتيجه للقشره واعطاها نتيجه ممتازه جدا.
فكان سؤالها أكرر ولا لا؟ قلت لها هلا بدنا نجرب، بدنا نوقف نعطي الموضوع أسبوعين ثلاثة، هلا إذا رجعت بدنا نكرر، إذا ما رجعت هينا وقفنا، إذا رجعت مثلا ممكن هالمرة نجرب شهرين، بعدين هيك بدك تضلك تجرب. في بعض الأحيان خصوصا الفروة الدهنية، خصوصا التساقط وخصوصا القشرة، لازم تكون حاط في بالك اعتبار إنه هاد العلاج قد يصبح جزء من روتيني. يعني هاي المشكلة ما راح تنحل. يعني مثلا مثل مشكلة إنه والله أنا لازم أغسل وجهي كل يوم الصبح، للأبد، عرفتي، جزء من روتيني. فبالتالي بدك تتعود إنه أنت مش الموضوع عندك مش متقطع، خلص هذا موجود على طول. حسام، يعني هي بالنهاية مواد كيماوية، ما في ضرر إنه نضل نحط على شعرنا منها. هلا أنا شوية أرفض وصف مواد كيماوية. إنه إحنا لما نيجي نحكي يعني أوكي، هلا يعني زمان كان في عنا مشكلة، يعني فعليا إنه والله كان اللي موجود هو اللي موجود، يعني بنسبة عالية من الكيماويات وإلى آخره وهي الشغلات. اليومين بطل فيه، يعني مثلا هذا الشامبو اللي معنا اليوم بالجائزة مثلا SLS free، ما فيه سلفيت، ما فيه كبريت، ما فيه صوديوم كلورايد، هاي الأشياء كلها مش موجودة فيه. فصار في أنت في يعني في مقدور السيدة إنها تروح تختار علاج لمشكلتها يكون فيه الحد الأدنى من المواد الكيماوية والحد الأعلى من المواد الطبيعية اللي هي ممكن تفيدها. يعني هي تستعمله لمدة طويلة وما تشعر إنها عم بتكثر الكيماويات، ما بيصير في عندها أي مشاكل يعني. فبالتالي هو علاج بالآخر، إذا أنت بدك إياه بدك تحتاجه إن شاء الله. طيب، في رنيم تحكي شعرها كان ناعم وبعدين صار كيرلي، شو السبب؟ شعرها كان ناعم بعدين صار في كيرلي، صار فيه طعجة. يعني على الأغلب على الأغلب على الأغلب اللي بده يكون بدها تكون عملت فيه إشي، يعني مثلا خربطت التركيبة تبعت شعرها مثلا. إما بتكون عملت له مثلا علاجات مثلا مثل إشي تمليس أو اللي بسموه كيراتين أو إلى آخره، بجوز بتعمل له ستريتنين كتير أو سشوار كتير بحيث إنه كسرته، عرفت كيف؟ بس إنه كان ناعم صار كيرلي على الأغلب مش كتير إشي متكرر. هلا إحنا بنسمع كتير ناس بيكون شعرهم كيرلي، مثلا بروح بيعملوا هايلايت، بتصير تحكي لك خلص شعري صار لا هو كيرلي ولا هو مستقيم. أوكي، لأنك خربتي اللي هو الدايسلفايد بونز وبنية الشعر وتركيبة الشعر نفسها خربتيها بالعملية الكيماوية هاي. بس كان ناعم بعدين صار كيرلي مش كتير دارج، يعني أول مرة بسمع. خليها تحكي معنا لأنه عن جد لازم أعرف. يعني في سارة بتحكي الكيراتين منيح للشعر ولا لا؟ شو الآثار السلبية على الشعر؟ سارة حمدان. طيب نجاوب، سؤال رائع، لأنه هلأ هنا بدنا نيجي نحكي عن حالتين. أول إشي إذا بدنا نحكي عن الكيراتين اللي هو البروتين، يعني الكيراتين البروتين تبع الشعر اللي هو بيعمل على بناء الشعر، هلأ هذا ممتاز جدا جدا جدا، خصوصا إذا شعر كان بتقطع أو بموت أو إلى آخره. ولكن إذا كان المقصود فيه الكيراتين اللي هو هلأ العلاج اللي بسموه الكيراتين اللي يستخدم لتمليس الشعر أو يستخدم مثلا كعلاج اللي هو مستمر اللي بحكوا عنه السشوار الدائم من 3 لـ 6 أشهر، هلأ ما بنقدر نحكي أو لا. يعني مثلا إذا كان شغلك يحتم عليك إنك أنت كل يوم تسشوري شعرك مثلا، مثل المذيعات، مثل إنه دائما في عندك طلة معينة لازم تحافظي عليها، دائما في ستريتنر و إلى آخره، وقتها باجي بحكي إنه الضرر اللي راح يعمل لي إياه استخدام مثلا تريتمنت مثل الكيراتين اللي بسموه كيراتين هلا اللي هو هذا النوفرز، عرفتي كيف؟ راح يكون كتير أقل من إنه كل يوم أسشور شعري وحرارة وستريتنر و إلى آخره فبعمله. ولكن إذا كان لا، إنه والله أنا بسشور شعري مرة كل أسبوعين زمان، بعمل ستريتنر مرة كل 3 أشهر، كل إمتى وإمتى عبين ما أروح على حفلة وأعمل رفعة وإلى آخره، بصفي ما في إله داعي. لا بالعكس، يعني سشوريه وخليه على راحته أحسن من إنك تعرضيه لهيك لهذا النوع من العلاج. النقطة اللي بدي أحكيها دائما، هلا اللي بسموه كيراتين اليوم اللي هو ما فيه فورمالديهايد، اللي هو ما بيعمل تمليس بس بضبضب النفشه وبخلي شكل الشعر مرتب، هلا هو عباره عن كوت بيجي على الشعره، يعني هو عباره عن غلاف بيجي على الشعر فبشد الشعره، فبتروح النفشه، بتروح الطعجه الخفيفه اللي موجوده بالشعر، بيصير الشعر شكل شبه املس يعني. هلا اللي بيصير انه اذا الشعر نفسه كان جاف وضلوا عليه هذا الغلاف لمده 3 لـ 6 أشهر بس يروح، بتكون طرف الشعر من تحت مات. فيا أما بدك تكوني جاهزة إنه بدك تقصي طرف شعرك يعني شيء 5 لـ 7 سنتي منه، أو بدك تستعدي إنه هذا الشعر راح يصير يكسر، راح تصير تشوفي قطع زي هيك موجودة على الكتف يعني. فبالتالي هاي الاحتماليات كلها لازم تدرسيها. أنا ما بحكي اعملي أو ما بحكي لا ما تعملي، بدك تدرسي عدد كبير من الاحتماليات. والمفروض إنه الكوافير، يعني أنا دائما نقطة بحكيها، هو عبارة عن مستشار. صح. يعني تقعدوا مع بعض وتحطوا كل هاي الإيجابيات والسلبيات وتقرروا أنو الأحسن للشعر بهاي الحالة. صح. طيب معنا أريج على الخط. صباح الخير أريج. صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، كيفكم؟ تمام، تفضلي أريج. هلا بس بدي أسأل شغلة وبدي أجاوب على السؤال، ماشي؟ يلا. لا، الجواب على السؤال SMS.
اوكي ماشي يلا. بس بدي احكي هلا انا عندي مشكله انه شعري كان كثير منيح يعني وناعم وهيك ماشي، بس يعني مع الوقت صار فيه نفش كثير يعني. ما صار فيه نفش كثير؟ كثير كثير. واضح السؤال. صار كان ناعم كثير وهلا صار فيه نفش كثير. وناشف. ناشف. هو كان يعني دهني اصلا، شعري دهني، بعدين صار جاف يعني مش طبيعي صراحه. صار ناشف من الطرف، الفروه كيفها؟ لا تمام، شعرات من الفروه كثير منيح، بس من تحت هيك يعني من عند الرقبه كثير اوفر وضع. لا انا قصدي انه الفروه ما زالت دهنيه ولا صارت عاديه، ولا الفروه برضه صارت جافه؟ لا لسه دهنيه من الفروه. لساتها دهنيه الفروه. طيب هاي الحاله اللي هي الكلاسيكيه، او خلينا نحكي الحاله التيبيكال اللي بتصير عند معظم الناس، خصوصا لما يصير في عنا سشوار كثير او حمام كثير او صبغه كثير او هايلايت كثير، يعني هاي الشغلات كلها. طبعا فروه الراس ما بتتغير طبيعتها، بضل فروه الراس زي ما هي، ولكن طرف الشعر نفسه بصير ناشف. هلا بيعتمد قديش كثير قديش ناشف. اذا كان النشفان خفيف بنقدر نستخدم شغلات مثل الشيا باتر، بنقدر نستخدم مثل اذا بتشوفي قبل فتره عملنا اللي هو كان المايونيز مع السويت الموند اويل، عملنا خلطه، هاي الشغلات بنقدر نستخدمها، الميلك ماسك، اي شيء من هاي الشغلات ممكن يعالج لنا جفاف الشعر. اذا كان جفاف شعر كثير عالي بصفي بهديك الحاله بدنا نستخدم شيء مثل الارغان اويل اللي هي جائزه اللي معنا حاليا. اوكي. هلا بالنسبة للشعر انه بنفش كتير، هاي الحادثة عادة بتصير مع معظم الناس اللي بكون شعرهم ناعم. هلأ الشعر لما يكون ناعم نفس الشعرة تكون رفيعة، وانت تيجي تستخدمي عليها حمام زيت او تنطفيها تنظيف عالي، يعني انا شوي بدي احذر انه انت داخل الحمام عشان تخلصي من موضوع الفروة الدهنية بتشدي حيلك وبتستخدمي كمية كبيرة من الشامبو عشان تشيليها. اللي بيصير الشعر لما كتير ينضف بيصير قابل على استقطاب الكهرباء الساكنة، فبالتالي بيصير فيه اللي هو شغله احنا بنسميها ستاتيك الكتريسيتي، فبصير الشعر نفسه يتنافر وبصير الشعر نفسه يطير وبصير شكله غير مهذب. فبالتالي الحل بهاي الحاله اي ليف ان جيد ممكن تحطيه على الشعر وهو ما زال رطب بعد الحمام ان شاء الله بيكون مفيد جدا بالنسبه لك. ممتاز. ان شاء الله تكون معلومه وصلت. في كثير اسئله، ولكن في سؤال من ماجد انه شعر بنتها خفيف من قدام. من قدام تحديدا. تمام. يعني اتوقع مشكله مزعجه. بالضبط. هلا على الاغلب اذا بيكون من قدام وخصوصا في منطقه اللي احنا عم نحكي عنها اللي هي منطقه مقدمه الراس، او منطقه هاي اللي هي منطقه الكراون اللي هو تاج الراس، اثار وليس على الاغلب اثار. السؤال من اثار. تمام. بهاي الحاله احنا اللي دائما عم نحكي عنه انه على الاغلب انه احنا بنفترض انه هذا الاشي مرتبط بانزيم الالفا ريدكتيز اللي هو مرتبط بهرمون التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكوري. بهاي الحاله العلاج ان شاء الله بيكون اللي هو استخدام ماده تحتوي على الكامفر اللي هو يعيق عمل انزيم الالفا ريدكتيز، وبالتالي بخفف من تاثير السلبي وبخفف التساقط بهاي المرحله. بس ما بدنا ننسى دائما انه في عنا عامل كثير مهم بهاي الحاله، انه بدنا نشوف اذا كانت الفروه دهنيه بدنا نعالج موضوع الفروة الدهنية قبل ما نبلش بالتساقط لأنه هو مسبب رئيسي بهذا الموضوع. ممتاز. في معنا آيات وراح أنتقل لآخر سؤال من الفيسبوك. آيات. ألو صباح الخير، كيفك دانا؟ صباح النور، أنا منيحة، أنت كيفك؟ والله الحمد لله مشتاقة لك، ما شاء الله عليك منورة دائما حبيبتي. بجنينة حبيبتي، أنتوا اللي منورين. تفضلي آيات. طبعا بحب اسلم على الصيدلاني حسام، اقول له يسلم ايديك عن جد، كثير يعني نصائح كثير حلوه. حياك الله. شكرا لك. بس بدي المنتجات اللي انت عم تعرضنا اياها بس تفرجينا انه كيف نستعملهم لانه في برضه اكثر من سؤال على الفيسبوك. صح، اللي هو يعني طريقه الاستخدام لهدول الجائزه. يعني مثلا يوم انت مثلا المنتجات اللي جايبها مثلا انه كيف نستخدمها وعلاج لشو كذا وهيك. اوكي تمام. يعني خلينا اوكي ايات ولا يهمك. اوكي نحكي عن المجموعة اللي موجودة معنا حاليا. طبعا الشامبو هلا الشامبو دائما زي ما احنا بنحكي يعتمد هل هو شامبو علاجي ولا هل هو شامبو نستخدمه لأغراض تجميلية او تنظيف او الى اخره. بحالتنا شامبو الارغان هو علاج تجميلي او خلينا نحكي تنظيفي، يعني مش علاج لفروة الراس، مش مثل التساقط، مش مثل الفروة الدهنية او الجافة او الحساسة. فبالتالي خلاص بس بننظف فيه وبنرغي فيه شوي عبين ما الشعر ينضف، بعدين بنشطفه مباشرة. بعد هيك هلا اللي هو الاستخدام الدائم اللي انا عم بحكيه، وصرت اسمع حاليا كثير من مشاهدين رؤيا عم بيحكوا لنا انه هاي النتيجه عم تعطي عندهم نتيجه كثير سريعه، لما تستخدم حمام زيت او بلسم بغض النظر شو هو نوعه. لما اوزعه على الشعر ما بحطه على فروه الراس، يعني بعمل اوكي هيك بس بفركش فيه فروه الراس، بوزع على الشعر وبضلني اخصل 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 بايدي عبين ما ايدي تصير تمر من هون تطلع من جهه ثانيه على الاخر. أوكي. بعدين كل علاج بيكون مكتوب عليه مده الانتظار، يعني قديش بدك تخليه على فروه راس. مكتوب. مثلا إيش بيكون مكتوب عليه 2 to 3 minutes،
مينتس، شيء مكتوب عليه 3 إلى 4 دقائق، شيء 10 دقائق والى اخره، بتركه هاي المده بعد ما اخصل مش قبل ما اخصل. أوكي. مثلا بحالتنا مثلا مثل ارغان ديب ماسك 3 to 5 minutes، 3 إلى 5 دقائق اكثر من كافي، وبعدين برجع بشطفه، برجع اشطفه بلا ما اجعلك الشعر. هلا كثير ستات لما يجوا بدهم يشطفوا حمام زيت او البلسم بحطوا المي وبرجعوا برفعوا شعرهم، برجعوا بيعملوا فيه هيك. ما استفدنا، كل اللي عملناه راح على الفاضي. هلا الشعر بدك تميل راسك وبدك تصير بايدك شوي شوي تنزلي عليه، على اساس انه لما تطلعي من الحمام ما يكون مشبك، تكون لمعته موجوده فيه، يكون الكوتينج له صار بطريقه لطيفه جدا. هلا ننتقل للزيت. يعني بالنسبه للناس بدهم يروحوا معنا، في عنا 3 طرق للاستخدام. بنقدر نستخدمه احنا كسيرم، انه نحطه على الشعر ونوزع على طرف الشعر، في التالي انه كليف ان، على اساس انه الشعر ما ينفش، ما يشبك، يسهل تسريحه، يعطينا لمعه كثير عاليه. ولكن اذا كان في عنا جفاف عالي جدا بالشعر، بنحط زي ما حكينا قبل شوي انه بنحط لنا شيء 10 ملي على طرف الشعر يعني، ومننام فيهم طول الليل، فبالتالي بكون حللنا 50% من المشكله. هاي العمليه بنعيدها مره كل اسبوعين، مره كل 3 اسابيع، مره كل شهر. مين وايل باقي الزيت بس بنستخدمه كليف ان على اساس يلمعنا الشعر. ممتاز. في نيفين اعطتنا ملاحظه انه الخيارات على الفيسبوك غير على عبر الشاشه، انت بعثتي لنا الجواب نعم أولا إذا عم بيكون في تغيير، وأكيد الجواب الصح هو اللي يحتسب. ابعتي لنا عبر الاس ام اس يا نيفين أو لكل شخص سأل. في كتير أشخاص عم بيسألوا عن موضوع الشعر الخفيف، وأتوقع يعني إحنا استعرضنا. إذا بتحب تقدم لنا هيك نصيحة أخيرة وتتواصل كمان مع المشاهدين عبر الفيسبوك، لأنه كتير في مجموعة كتير. تمام إن شاء الله. على كل إن هلا أنا بنحكي يعني، إذا شباب بالمكتب عندنا سامعونا، إذا دانا سامعتنا، حطوا لنا الويب سايت على 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 الفيسبوك، فممكن انه تنتقلوا علينا على الويب سايت، وانه من خلاله ممكن تتواصلوا معنا يعني عشان نحكي اكثر. هلا النقطه الوحيده اللي احنا بدنا نيجي نحكيها عن موضوع تساقط الشعر والشعر الخفيف والى اخره، احد الاشياء اللي انا بحبها بدنيا يا دنيا على كل، انه كل الحلقات اللي احنا عملناها موجوده هلا على اليوتيوب، فيو كان جو باك وتشوفوا كل الاشياء اللي حكينا عن الفروه الجافه، عن تساقط الشعر، واحنا يعني اكثر من مستعدين ان شاء الله نجاوب اي حدا باي سؤال بده يعمل. حسام دائما بتفشلنا غلنا بهالمواضيع، شكرا لحضورك دائما معنا. تسلم. We'll be right back.